السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. عدنا إليكم من جديد في جديد طقس الجزائر خلال الأيام المقبلة، حيث تشير التحديثات والخرائط إلى أمطار غزيرة معتبرة. أمطار ستكون رعدية بداية من يوم الاثنين 23 من شهر أوت مساء إلى الفترة الليلية. إذن سنصدر نشريات جوية تحذيرية خلال الأيام المقبلة. سيكون تساقط لحبات البرد وارد جدا على المناطق الوسطى، المناطق الشرقية الداخلية، ومناطق شمال الصحراء والواحات، وأيضا مناطق الجلفة وصولا إلى شمال غردية ووادي سوف، يعني مناطق الشرقية والوسطى والهضاب العليا وشمال الصحراء والواحات، كلها مناطق معنية بهذه الحالة القوية بإذن الله تعالى بداية من يوم الاثنين مساء. إذن متابعينا كل الحيطة والحذر، أصدرنا هذه النشرية الجوية حتى تكونوا على علم، ويبقى العلم لله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.